يعني انت تدري ابوك متزوج؟ اي ادري. وما تقول لي؟ وليش اقول لك؟ لان ادري اذا قلت لك راح ينفتح باب المشاكل ما ينسد بعد. خلف الله عليك، هاي عودة تربيتي. بالضبط، تربيتك هي هاي المشكله. انت خلصتي عمرك ويا ابويا كله مصالح بمصالح، وما انتبهتي للحظه انه انت زوجته. مو بس انت الومش، لا حتى ابويا ما انتبه لا لبيته ولا زوجته. عبالكم الحياه هي هيك مصالح بمصالح، وشنو النتيجه؟ هاي كل بيته بمشاكل، بس مال انه ابوك يتزوج سكرتيره هاي مرفوضه. اللي تسميها سكرتيره هاي ابويا اللي قعدها الملقى عندك، وهي عرفت شلون تعوضه. حسام تدافع عنها؟ مو ادافع عنها، بس هي هاي الحقيقه اللي انت ما تريدين تشوفيها. بعدين ترجعت اجلي كل هاي المشاكل، لان الشركه دا تمر بوضع كلش صعب، وابوي بهاي الفتره يدي يركز بالشغل مو بالمشاكل. هو انا هيك اصلا ساكته وبال على لساني. ما افتهمت. يحتاج تفتهم؟ نريمان؟